طيب يعني برضو حابين يعني هل يعني الشباب دلوقتي زي ما حضرتك يعني اوضحت لنا يعني بشكل جميل ومفصل، يعني ايه اللي ممكن يخلي الشاب يعني يخطو خطوه زي كده او يفكر فكره زي كده في ظل برضو ان احنا دلوقتي في وضع مش مصر بتعاني منه، ده العالم كله، هو جائحه كورونا يعني. فطبعا يعني الوضع في كل البلاد طبعا متأزم، والوضع في كل البلاد غير مستقر طبعا في الجائحة، فإيه اللي بيخليهم يفكروا في حاجة زي كده في الوقت الحالي يعني من وجهة نظرك يعني؟ خلينا متفقين إن في بعض النقاط الأساسية اللي ممكن يتفق عليها كل هؤلاء الشباب. أولا قد يكون ده اللي بعتبره المفهوم الأساسي، قد يكون عدم الوعي التام بالمخاطر، زي ما احنا لسه قايلين منذ قليل المخاطر اللي هتحصل بعد كده. مفيش توجيه، محدش وجههم للمخاطر اللي ممكن تحصل بعد كده. تاني حاجة قلة فرص العمل، ممكن يكون هو شايف ان ليه مستقبل برة افضل من بلده، هو شايف كده. نتيجة طبعا هو عايز يحسن يعني دخله، عايز، واخد فكرة ان هو اصلا ممكن يحصل على اموال اكثر بره خارج دولته. طبعا برضو انتشار الفقر ده ممكن يكون عامل اساسي. في حاجة ممكن تكون خاصة بالشباب نفسها، ان هم ما بيطوروش من نفسهم. صح. هو ممكن الشاب يفضل زي ما هو كده ويقول لك انا مش لاقي شغل، انا مش عارف اشتغل. طب ما انت مش بتسعى لكده، تمام؟ أيوة. انت مش بتطور من نفسك علشان تلاقي شغل مناسب ليك، مظبوط، عشان تقدر من خلاله ان انت تحقق شغلك او تحقق ذاتك في بلدك، مظبوط. فمن هنا طبعا بيبقى في مؤشر خطير جدا من خلاله بيسعى الشاب الى ان هو يحقق حياة افضل، ان هو عايز يسافر عشان يلاقي نفسه أفضل من مما هو عليه، يحقق ذاته، يحصل على أموال طائلة زي ما احنا قلنا. هو يقول لك أنا ممكن أشتغل في بلدي بحاجة بسيطة، لو سافرت بلد تانية هحصل على أضعاف 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 اللي أنا ممكن أخده في بلدي. ده طبعا زي ما قلنا قد يكون نتيجة لسوء فهم أو عدم وعي للدرجة الأولى. مظبوط فعلا كلام حضرتك.